صباح النور وسيم. البداية في راوند اب باش تكون بقرار رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس إنهاء تكليف محمد بورقيبة بمهام والي القيروان وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية. وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد ترأس أول أمس بقصر قرطاج جلسة عمل وتناول الاجتماع الأسباب اللي وقفت حائلا أمام إنجاز مشروع مستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز بمدينة القيروان. وأشار رئيس الجمهورية إلى أنه هذا التأخير فضلا على أنه يمس بمصداقية تونس، فقد حرم الكثير من المواطنين من حقهم في المشروع في الصحة والعلاج. في الإطار هذا من جانبه شدد المتحدث الرسمي باسم تنسيقية وينو سبيطار بالقيروان سمير فيالة على ضرورة إصدار بيان توضيحي عن جهة رسمية لتقديم الأسباب الرسمية وفهم التعطيل الحاصل في علاقة بملف المستشفى. نعني وقاعدين قاسيو علينا باش نمشيو 60 و70 كيلومتر باش نداويو اهلنا، هذا لمده سنوات وسنوات سنوات. وكي تجي تتكلم يقول لك جهويات، احنا حابين على سبيطار كما ديما نقولوها، الفلوس موجوده الارض موجوده لكن الاراده مفقوده. كنا ديما نقولوا الحديث هذا، نقولوا راهي ثم حكايه غير عاديه في ملف وين السبيطار تاع القروان. الدراسه مره تكمل مره ما تكملش، مره غالطه مره صحيحه، كل مره تسمع خبر واللي يوجع على قلبك والادهى والامر. واحد يخرج ويعطيك اسباب حقيقيه تتحمل في مسؤوليتها، يقول لك الارض طلعت مش تابعه لفهاش، شيء يهبل معناها. تو اذا الدوله ما باش تعطي للدوله حتى تتفاهم لفهاش هي وزاره الصحه، معناها الدوله باش تتفاهم هي والدوله، باش الدوله تشري من عند الدوله، والدوله تخصص الارض هذيك للدوله. في شأن الاقتصادي، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد خلال إشرافه البارح على الملتقى الإقليمي لدفع الاستثمار بولايات الوسط الغربي بمدينة سبيطلة من ولاية القاسرين أن الهدف من هذا الملتقى هو اكتشاف خصوصية كل منطقة لخلق سلاسل قيمة تمكن من جذب الاستثمار لهذه المناطق والبحث عن التعطيلات التشريعية لمعالجتها. التركيز بشكل خاص على الميزات التنافسية للإقليم، وهي عديدة، منطقة خاصة فلاحية، منظومة الألبان، منظومة الخضر والغلال، كل الصناعات التحويلية الغذائية، كذلك فما المنتجات الإنشائية، الكالسيوم، عن الجبس، عن الفوسفات، عن الرخام. دونك اللي نحاولوا نخلقوا شان دو فالور كي بيرمي باش ننميو في الجاذبية للمستثمرين باش ينتصبوا في هذه المناطق. وإحنا كنا والتزمنا كونه سنعمل من أي منطقة عندها ميزة تنافسية في نشاط معين عاصمة، وبالتالي ندرس مع بعض شو الفرص الموجودة. ممكن كذلك نشوف السياحة، اليوم السياحة بحاجة إلى تنويع، والمنطقة ثرية بالسياحة الإيكولوجية والسياحة الاستشفائية الأثرية والتاريخية. دونك من بعضنا نحاول نشخص فرص الاستثمار، نحاول ننميه ونثريه عناقيد الشان دو فالور، في نفس الوقت نبحث مع بعضنا شنو ما خصوصيات شنو التعطيلات الموجودة. ونعرف احنا اليوم عندنا تعطيلات كبيرة من ناحية التشريعية ومن ناحية الإجرائية. وتهدف ورشات الملتقى هذا وفق وزير الاقتصاد إلى تعميق الحوار والتشاور بين مختلف الفاعلين حول سبل دفع الاستثمار الخاص في مختلف الجهات، معلنا العمل على مراجعة قانون الاستثمار. ضروري كانوا نبحث مع القطاع الخاص ومع المسؤولين والفاعلين الاقتصاديين كي نفهم أسباب عزوف المستثمرين في القطاع الخاص على الاستثمار في هذه المناطق، خاصة كونوا اليوم نعرفوا كونوا قاطرة النمو هي القطاع الخاص. المالية العمومية محدودة وستبقى محدودة لبضع سنوات إلى حين استرجاع التوازنات المالية، وبالتالي لابد من إلى هذه النقطة أهمية. احنا نراجع في إطار منظومة الاستثمار هل الميزات اللي وضعناها الجهات الداخلية كافية أم لا، بحاجة لمراجعة، واحنا بسدد العمل على مراجعة قانون الاستثمار. احنا مش نعمل ندوة استثمار إن شاء الله في بداية ديسمبر، نحب نكثف حاليا من العمل على الميزات التنافسية والكلاستر ونشوفوا هل كانيات التدريب كافية، هل الماندوفر كاليفية موجودة ومتوفرة بشكل كافي، ونساعد كذلك على كل ما هو إجراءات إدارية بيروقراطية نقص منها بشكل خاص في هذه المناطق. في شأن آخر، وين أكد الدبلوماسي والسفير السابق نجيب حاشينة في تصريح الديوان فام على ضرورة ألا تتفاوض تونس لوحدها مع الاتحاد الأوروبي بخصوص ملف الهجرة، مشددا في المقابل أن سياستنا يجب ألا تتعارض مع المصالح السيادية والأمن القومي. الجزائر هي دولة مجاورة ونتقاسم معها حدود يعني مئات الكيلومترات، بحيث أنا أعتبر أن الأمن القومي تونسي أو الجزائري هو موحد لا يمكن أن يتجزأ، لأن كل ما يحدث في تونس له تأثير على الجزائر والعكس صحيح. C'est un voisin stratégique comme la Tunisie est un voisin stratégique pour l'Algérie. D'accord. Et la même chose pour la Libye. لكن شو نقول؟ احنا لابد أن تكون لنا
أيضا رغم كل ما لنا من صداقة ومحبة وصفاء في العلاقة مع الجزائر، لازم أن لا تكون لنا قرارات سيادية تراعي أيضا مصالح تونس. إحنا سياستنا أن لا تتعارض مع مصالحنا السيادية. راهي المصالح تتغير والمواقف تتغير، ويلزم الرد بالنا كان الأمن القومي التونسي ماذا يتطلب. في سياق آخر، وين أكد ناطق رسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد تليلي المنصري لمراسلنا من قفصة حسام الدلالي، أنه تقسيم المعتمديات إلى دوائر انتخابية جاهز، وأنه الهيئة في انتظار صدور الأمر الرئاسي الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية الخاصة بانتخاب أعضاء المجالس المحلية المقبلة، إضافة إلى صدور أمر يتعلق بسد شغورات صلب الهيئة. في انتظار صدور نصين، نص تقسيم الدوائر الانتخابية، أمر دعوة الناخبين اللي هو شرط شكلي وجوبي لكل انتخابات، مع ترميم تركيبة الهيئة، خاطر احنا النصاب بتاعنا 5، احنا توا 4، وعد كذلك وأنه في الأجال القليلة القادمة باش يوقع سد الشغور أقل شيء في عضو، باش نولوا النصاب وتولي قراراتنا شرعية. هذا هو بعد ما تتحقق كل الشروط التقنية واللوجستية والقانونية بصدور هذه الأوامر، باش تكون اجتماعات نتاع المجلس للمصادقة على الرزنامة. في إطار تنفيذ الرزنامة ثم مراحل، مرحلة التسجيل، مرحلة التحيين، مرحلة الحملة، مرحلة الترشحات، مرحلة بتاع التحيين باش نعطوها شهر. الشهر هذا باش يكون فيه تحيين كبير من خلال المرحلة الثالثة اللي حكيت لك عليها، ربط الناخب بالدائرة نتاعو. في شأن السياحي، وينوضح أحمد بطيب رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أنه عديد وكالات الأسفار أغلقت بعد جائحة الكوفيد، ولكن فما وكالات أخرى فتحت أبوابها اليوم، وفما أفق إيجابية للقطاع حسب تقديره. أول يوم راهو برشا وكالات سكروا، لكن برشا وكالات حلوا. إشكال لو مالور دي زان في البونور دي زوتر. اليوم فما تنعويشة، فما أفق إيجابي، فما أوبتيميزم. إن شاء الله الأوبتيميزم هذا يكمل، خاصة فما عدة إشكالات وإخلالات، خاصة العملاء اللي عندهم الكفاءات اللي هما هاجرونا، ولات عندنا مشكل بتاع كاليتي سيرفيس. هذا قاعدين نخدموا عليه مع التعاون مع وزارة التكوين ووزارة السياحة، إن شاء الله نتجاوزوا ونكملوا في المنوال، خاطر تونس فيها ذخيرة كبيرة من جميع ما ونجموا نداركم مالغري اللي صارنا. إلى موضوع آخر، وين أكد رئيس جمعية القضاة الشبان مراد المسعودي البارح لدى حضوره في برنامج الإكسبريس، إن الأفعال التي تمارس ضد القضاة المعزولين هي جريمة موجبة للتتبع، معتبرا إن الاتهامات اللي وجهها رئيس الجمهورية لعدد منهم واتخاذ قرار عزلهم كانت نتيجة لرفضهم لتوجهات رئيس الدولة. كان يلتجئوا دوليا نشكيه، الناس هذوما ولوا مدانين دوليا، لانك تشد انسان وتنحيه من خدمته من غير حتى دليل، وتشد انسان ما تخليهوش يخدم، شنو معناتها هذا؟ شنو معناتها؟ تعدم فيه وتشوهه اجتماعيا قدام الناس من غير حتى دليل، هذا يسمى جريمه ضد الانسانيه موجبه للتتبع، وحق القضاة بحول الله باش يرجع، يعني خاصه فما جمعيه القضاة، وانا صراحه نوجه التحيه لسي انس الحمادي اللي يتبعوا فيه ظلما زاده، لانه قاضي بالمنطقه نتاعو تو سامحني تو ذا يمارس فيها حقه النقابي. كلم رئيس الدائره قال له اسمعني يا فلان، راه اليوم عندنا اضراب لعل انسى. رئيس الدائره ذاك لم ورقاته ومشي على روح. راه التعطيل من اركانه القانونيه، تستعمل القوه وتمنع الشخص بافعال منافيه لارادته هو، ورئيس الدائره هو بيدو اعترف بالشيء. القضايا معناها كان جينا في دوله تحترم روحها تحفظ من النيابه العموميه، وما شنو يلزم يتنكل به شويه ويتمرمد. ونختم بالملف الفلاحي وسيم، وين أكد عضو المجلس التنفيذي لاتحاد الفلاحين أنور الحراثي في تصريح برنامج الشارع التونسي البارح، أنه لابد من التخلي عن الوسطاء في مسالك التوزيع من أجل عدم التلاعب بهوامش الربح اللي تحددها وزارة التجارة. يلزمنا نشجع الفلاح انه يهبط سلعته للسوق، يلزمه هو اللي يهبط السلعه نتاعو للسوق، مش تجي وسطاء اخرين هم اللي يهبطوا عليه وينوبوه في عمليه انزال المنتوج للاسواق الجمله. ساعتها نجموا نطبقوا ال 15% هذه، ونجموا نلقوا التفاح ب 2500 وب 2800 في السوق، خاطر الفلاح وقت اللي يهبط سلعته ويبيعها ب 15%، ويبيعها ب 2000 فرنك السلعه الممتازه، يبيعها في سوق الجمله ويبدا امور واضحه، شكون باش يشري منه؟ الخضار، الخضار باش ياخذ ويبيع يولي 15%، راح يبيع فيها ب 2600، الوكيل ياكل فيها ب 2600 وب 2400. العمليه يلزمنا باش نقطعوا دابر هالوسطاء وهالمتمعشين وهاللوبيات، يلزمنا نشجعوا كيفاش نشجعوا الفلاح انه هو اللي هبط السلعه نتاعو انتاجه للاسواق كما كان قبل. تقريبا وسيم، كانت هذه اهم الاحداث والاخبار اللي صايره في تونس في ال 24 ساعه الاخيره.
شكرا لك كمال هاني. نمشيو مع هيدلاينز هم العناوين صادره في صحفنا التونسيه.